مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. من تلفزيون جيبوتي نحييكم ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية، وإليكم أبرز وأهم العناوين. انعقاد الجلسة العامة الأولى في دورتها الاعتيادية الثانية. أكثر من 7 مليون يورو لإعادة إعمار المغرب. أهلا بكم. برئاسة رئيس الجمعية الوطنية السيد دليتا محمد دليتا، عقدت الجمعية الوطنية اليوم الخميس 9 نوفمبر الجاري الجلسة العامة الأولى للدورة التشريعية 9، وكان في جدول أعمال الجلسة 3 مشاريع قانونية، وهم كالتالي: مشروع قانون رقم 7 للعام 2023 الصادر عن الهيئة التشريعية 9 والمتعلق بالتصديق على النظام الأساسي للبنك الأسيوي للاستثمار، مشروع قانون المتعلق بالتصديق على الحسابات المالية للوكالة الوطنية لنظم المعلومات أنسي، مشروع قانون يتعلق بالتصديق على اتفاقية الاتحاد الإفريقي بشأن الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية. وفي مستهل الجلسة ألقى الحضور الفاتحة على روح الشهداء في قطاع غزة. وفي كلمة لرئيس المجلس النواب السيد دليتا محمد دليتا، أكد الموقف الجيبوتي الداعم للقضية الفلسطينية العادلة، ودعا المجتمع الدولي إلى وقف إطلاق النار فورا. هذا وخلال الجلسة وجه عدد من أعضاء النواب أسئلة ومسائل قانونية كان مندرجة في جدول أعمال الجلسة. وكالمعتاد قام معالي رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد بتقديم أجوبة حول هذه المسائل المتعلقة بتنمية البلاد. وجرت هذه المناسبة بحضور أعضاء الحكومة والبرلمان. وكانت تلك المشاريع: مشروع قانون رقم 7/2023 الصادر عن الهيئة التشريعية 9 المتعلق بالتصديق على النظام الأساسي للبنك الأسيوي، ومشروع قانون المتعلق بالتصديق على الحسابات المالية للوكالة الوطنية لنظم المعلومات، بالإضافة إلى مشروع قانون متعلق على اتفاقية الاتحاد الإفريقي بشأن الأمن السيبراني. رئيس مجلس النواب السيد دليتا محمد دليتا دعا في كلمة له إلى وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا الموقف الجيبوتي الداعم للقضية الفلسطينية العادلة. نتابع. ما نجتمع في هذه الجلسة العامة الأولى، أود أولا أن أشارككم هنا فكرة تمسنا بعمق، ويتعلق الأمر بالمجازر والمآسي التي يعيشها الشعب الفلسطيني منذ أكتوبر الماضي، فضلا عن القصف الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي كل يوم في قطاع غزة منذ ذلك التاريخ. إنما يحدث في فلسطين هو أمر لا يحتمل، ولا يمكن لأحد أن يظل غير مبال بالمذابح وحالة الرعب المطلقة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي خارج عن القانون. إضافة إلى ذلك، فإن هذا الجيش أصم أمام صوت الكوكب ككل ورسائل التعاطف والدعم من أجل حق الأطفال في الحياة والأمن والمسنين والمدنيين العزل من جميع أنواع الذين لا ذنب لهم
إلا أن يولدوا في نفس الجزء من الكرة الأرضية لدولة تنوي تقديم حملة إبادة جماعية إلى أعين العالم أجمع باعتبارها عملية عسكرية لمكافحة الإرهاب. نقول إنه يجب أن يتوقف، وفي هذه اللحظة الحاسمة من الأحداث في الشرق الأوسط نؤكد من جديد الموقف الدبلوماسي لبلادنا، وهو الإنهاء الفوري وغير المشروط للمآسي التي لحقت بالضحايا الأبرياء والبحث عن سلام دائم وفقا للقانون الدولي. وللانتقال من الكلمات إلى الأفعال، أدعوكم إلى الوقوف دقيقة صمت حداد على الأرواح الضحايا الفلسطينيين. وعقب كلمة الافتتاح، وجه عدد من أعضاء البرلمان مسائل قانونية إلى أعضاء الحكومة تتعلق بالمشاريع القانونية المذكورة آنفا. نتابع. البند 33 الخاص بالوضع أي دولة عضوة لتعيين البنك المركزي أو مؤسسة محددة باتفاق مع البنك الإيداع لكي يحفظ البنك أصولها أي عملتها، وما هي المؤسسة البنكية في جيبوتي التي تتعامل معها لتؤدي مهامها. أود أن أشيد بفخامة رئيس الجمهورية وحكومته على هذه المبادرة التي تندرج في إطار جهود مبذولة في مكافحة البطالة، وكالدولة عضو في البنك الآسيوي للاستثمارات للبنيات التحتية، هل هناك آثار حول المشاريع التي تم تمويلها أمثال بنك إدزيم وممر الجيبوتي الإثيوبي؟ إذا كان سؤالك إيجابيا، هل سينخفض أو سيرتفع نسبة الديون في بلادنا؟ الأمن السرياني يلعب دورا أساسيا في حماية معطيات والمعلومات الشخصية ومعطيات حساسية والبنيات التحتية الرقمية وفي إفريقيا، وأن التقدم التكنولوجي والسريع قد أدى إلى عديد من المميزات، ولكن قد يؤدي بعض الأحيان إلى تهديدات ويضع الفرد في الخطر والمؤسسات والحكومة خلال القارة. رغم هذه المميزات لاتفاقية مالابو، لماذا لا تنضم بعض الدول الإفريقية؟ هل قد تؤدي بعض التساؤلات التأخر الانضمام لهذه الاتفاقية؟ بدوره قام معالي رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد بتقديم أجوبة واضحة وصريحة إلى النواب تجاه هذه الأسئلة. فيما يتعلق بما هو منتظر من هذا المصرف في البداية، سيكون على سلاب البنوك الأخرى الدولية من قبل البنك الإفريقي للتنمية والبنك الدولي وغيرهما، وأن من الضروري معرفة طبيعة المشروعات التي سيتم تمويلها هذا البنك، فهي بطبيعة الحال المشروعات التي ستتقدم بها بلادنا وسوف يتم دراستها وتمويلها تقريبا. ومن هذا المنطلق فإن هذا البنك الآسيوي للاستثمارات في البنيات تحتية شأن البنك الدولي، وهو يعنى بتمويل مشروعات البنك البنية التحتية، وبصفتنا من دولة موقعة على اتفاقية إنشاء هذا البنك فإننا سنطلب القروض منه والتي سيتم من خلاله تمويل البرامج التنموية فيما يتعلق بالمعدل فائدة، فإن الأمر سيظل مرتبطا بالحجم المشروعات المطروحة، ومن ثم فليس هناك معدل ثابت. لا توجد هناك بلدان تعاني من الضعف الراجع في المجالات الأمن السرياني حتى للبلدان العضو ما تشهد ذلك، بينما الفئات الأخرى ونحن من جانبنا نقوم بما هو قدر المستطاع لتعزيز الأمن الوطني، ومن هذا المنطلق تخذ كافة التدابير والإجراءات لحيلولة دون أي تهديد في المجال المعلوماتي أو ما يعرف بقرصنة الإلكترونية، ونعمل في سبيل تسدي لتلك الظاهرة. شارك وزير التربية الوطنية والتكوين المهني
السيد مصطفى محمد محمود في أعمال الدورة 42 للمؤتمر العام لمنظمة المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو الذي انطلقت أولى جلساته أمس من مقر المنظمة في العاصمة الفرنسية باريس ويستمر حتى 22 من شهر نوفمبر الجاري. واجتمع وفود الدول الأعضاء البالغ عددهم نحو 194 دولة وممثلو عدد من المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني في العاصمة الفرنسية باريس لمناقشة عمل المنظمة في مواجهة التحديات العالمية وتطورات المتسارعة في القرن 21 وأهمها التغير المناخي والتقنيات الجديدة. وسيعقد خلال المؤتمر جلسة رفيعة المستوى بشأن إعادة التفكير في الأشياء المشتركة من أجل العمل معا يشارك فيها رؤساء دول وحكومات بالإضافة إلى اجتماع وزاري رفيع المستوى بشأن التربية والتعليم من أجل السلام. ويرافق معالي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني في هذه الجلسات سفير جيبوتي في جمهورية فرنسا. وعقب ذلك أجرى وزير التربية الوطنية سيد مصطفى محمد محمود لقاءات ومباحثات متنوعة مع عدد من المسؤولي الهيئات الأممية المتواجدة في العاصمة الفرنسية باريس. وزير التربية الوطنية السيد مصطفى محمد محمود ألقى كلمة أشار فيها جهود البلاد المتعلقة بتعزيز التنمية الثقافية والتربوية لبلادنا. C'est avec émotion que je prends la parole devant cette auguste assemblée réunie ici pour la 42e conférence générale de l'UNESCO. إن جمهورية جيبوتي تواصل العمل من أجل ديمقراطية ونقل القيم المشتركة من خلال تقديم التعليم العادل والشامل، وأن النتائج التي تم الحصول عليها في وقت قصير مقنعة وتلزمنا بمضي قدما. إن وزارة الشباب والثقافة في إدارة رغبتها في تزويد نفسها بالوسائل اللازمة لحماية وتعزيز تراثنا الثقافي وبسبب إنشاء لجنتها الوطنية للبرامج ذاكرة العالم، وبإضافة إلى إنشاء مراكز أفريقيا للتميز في مجال لوجستيات النقل والعلوم الرقمية، وقريبا إطلاق قمرين صناعيين ضروريين للبحث العلمي لأجل تنمية اقتصاد بلادنا. تطرق الوزير في كلمته أيضا بالأحداث المأساوية في غزة. إن الأرواح البشرية بريئة تزهق في هذا البلد، وبالتالي تحت أنظار المجتمع الدولي لا يمكننا أن نبقى غير مبالين بهذه المأساة الإنسانية ومعاناة الضحايا المدنيين في غزة. وفي سياقه نفسه أكد الوزير على ضرورة التواصل إلى وقف فوري لإطلاق النار لأننا نؤمن به إيمانا راسخا، ودعا إلى السلام العادل ودائم في هذا البقاع. ويجب على يونسكو أكثر من أي وقت مضى أن تكون وفية للقيم التي تحملها ومبادئ التي تدافع عنها، وأن علينا جميعا هنا واجب أخلاقي، وأن الشعب الفلسطيني وأطفال الفلسطينيون أيضا لهم الحق في الحياة الكريمة والحصول على سبل العيش. ودعا الوزير إلى إيجاد عالم عادل لا تكون فيه قيم منظمتنا مفاهيم فارقة مع الصمت ولا مبالاة والاستسلام في هذا الواقع. أطلقت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والسمكية صباح اليوم الخميس 9 نوفمبر الجاري عملية رش المبيدات من الجو عبر طائرة خاصة لهذه المهمة،
وذلك لمكافحة البعوض والحشرات التي تتوالد وتنتشر جراء المسطحات المائية الراكدة نتيجة الأمطار التي هطلت في العاصمة وفي الأقاليم الداخلية في الأسبوع وفي الأسابيع المنصرمة. وجرت مراسم إطلاق الحملة بإشراف وزيري الزراعة السيد محمد أحمد عوالي ووزير الصحة الدكتور أحمد روبلي. وستظل عملية الرش المبيدات من الجو مختلف حياة جيبوتي العاصمة وفي المناطق الداخلية خلال الأيام المقبلة. وتأتي هذه الخطوة بعد أن أثبتت رش المبيدات من الجو عبر طائرة فعالياته ضد الانتشار البعوض الذي يعد ناقلا مسببا ورئيسيا للملاريا. وزير الصحة الدكتور أحمد روبلة عبد الله أعرب عن سعادته لإطلاق هذه الحملة الرامية إلى قضاء الحشرات والملاريا في ربوع البلاد. Vous savez, ces derniers jours, il y a eu de fortes pluies à Djibouti et après les fortes pluies, il y a un certain nombre donc, de petits insectes, des mouches, des moustiques. كما تعلمون في هذه الأيام الأخيرة شهدت جيبوتي هطول أمطار قزيرة، وبعد هذا الأمطار القزيرة انتشر عدد من الحشرات الصغيرة مثل الذباب والبعوض مما تسبب في مشاكل وأمراض متنوعة مثل ما حدث العام الماضي، ساعدنا كثيرا في إسراع ضد النواقل. كما تعلمون إن في وزارة الصحة لدينا وسائل أخرى متنوعة بما في ذلك قضاء على فيروساد، حيث وضع مواد حيوية تسمى أتوابيت في أماكن التي تتراكم فيها المياه في الطرقات. في هذا السدد نقوم بقضاء على حشرات التي تنقل هذه المرض المعدي من خلال الرش الجوي. هذه المرة يتعلق الأمر بالرش الجوي الفضائي الذي يعتبر جزءا من الوسائل القضاء على النواقل. نحن سعداء جدا بأن نكون قد أطلقنا في هذه المرحلة، وخاصة في هذا الصباح أريد أن أعلن بشكل رسمي أن المنتجات التي تم رشها بواسطة هذه الطائرة في أراضي جيبوتي ليست خطيرة، إنها آمنة، وتم تصميم هذه المنتجات فقط للقضاء على هذه الحشرات الصغيرة. تم قياسها بدقة في ارتفاع مناسب. لقد ناقشنا هذه المسألة مع شركائنا سواء كانوا مقيمين في جيبوتي أو في خارجه. كما تعلمون في منازلنا نستخدم يوميا مبيدات الحشرات ومنتجات أخرى، وهذه المنتجات في الأساس هي نفسها حتى على جرعات أقل وارتفاعات أعلى. لذلك أريد أن أؤكد هنا وأبلغ الشعب الجيبوتي أن هذه المنتجات آمنة بالنسبة للبشر وليست مضرة. بدوره أشار وزير الزراعة والثروة الحيوانية سيد محمد أحمد عوالي إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار توجيهات من قبل فخامة رئيس الجمهورية. إن هذه الطائرة التي ترش البعوض والحشرات الضارة للإنسان هي مخصصة ومناسبة لهذه العملية، لأنها تقدر الطيران بمستوى منخفض جدا إلى الأرض حتى تتمكن من تنفيذ عملية الرش في كل بقعة من الأرض. وكذلك هذه المبيدات لا تضر بالإنسان لأنها تم تركيبها بمعايير متقنة، ويتم رش كافة المدينة سواء في العاصمة أو بلدية بلبلاء وكذلك في المناطق الداخلية، وهذا بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية لي ولوزير الصحة أن نبدأ العملية اليوم. شارك أو فيما يتعلق بالأخبار المحلية، ما زالت المبادرات الرامية إلى دعم الأشقاء الفلسطينيين مستمرة، هذا وامتدادا لدعم بلادنا للأشقاء الفلسطينيين. يواصل الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي بالتعاون مع وزارة المرأة والأسرة حملته التوعوية لدعم القضية الفلسطينية. وجرت هذه المناسبة بحضور وزيرة المرأة والأسرة السيدة منى عثمان أدم والأمين العام للاتحاد الوطني لنساء جيبوتي وبمشاركة المجتمع المدني. لقد أكدت بلادنا دائما على دعمها الدائم للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية،
ولهذا السبب قام الاتحاد بإطلاق هذه المشاريع بافتتاح صناديق لدعم الأشقاء في فلسطين. وفي هذا السياق نظم الاتحاد لقاء مع سائقي المواصلات العامة كالبجاج وتوك توك لإظهار تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في مواجهة المعاناة والمجاجة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي. والجدير بالذكر دخلت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة يومها 34 وأسفرت حتى الآن أكثر من 10,000 قتيل. وجاءت هذه المبادرة الجديرة بالتقدير والثناء والاحتداء بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة عن فتح حسابات بنكية لجمع التبرعات المالية المتخصصة أو المخصصة للسكان الفلسطينيين الذين تستهدفهم الآلة العسكرية الإسرائيلية الهمجية منذ 7 أكتوبر المنصرم. والآن نتابع كلمة وزيرة المرأة والأسرة السيدة منى عثمان آدم. رجبوتي هدان هنا سعادة ayaan u leenahay garab joog iyo gargaarka maantana way ka sii xaq jirtaa oo dad islaan ayaa dhimanaya habeen iyo dharaar nahnu lijibutiyin min aadatina al-asila al-wuqufi ila janib al-madhlumin wal-yum al-amru aktharu ahamiyatan li'annahu yuqtalu abriya min al-muslimin nisaa wa atfal wa shuyukh wifqan litawjihati rais al-jumhuriyya لقد تم افتتاح حسابات بنكية عبر البنوك المختلفة العاملة في بلدنا ويمكن لكل من يريد المساهمة في هذه المبادرة التوجه إلى تلك البنوك والتبرع بما يجوده لأشقائنا الفلسطينيين. وهنا أود أن أشير إلى نقاط مهمة. نحن لدينا تجمعات وأحياء وبلديات ومؤسسات. لقد قام الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي بفتح صندوق مخصص لذلك العمل ولتنسيق هذه الجهود ولا سيما أولئك الذين لا يقدرون بتبرع عبر البنوك أن يتقدموا إلى هذه الصناديق جنبا إلى جنب مع البنوك. كما أحثكم أن تبلغوا هذه الرسائل إلى أقربائكم وأصدقائكم الذين لم يتمكنوا أن يحضروا معنا لكي يجودوا بمقدورهم من المال لمساعدة أشقائنا الفلسطينيين. برعاية وزيرة الشباب والثقافة نظمت الوزارة احتفالية مكرسة لإحياء اليوم العالمي للكاتب الإفريقي وذلك بحضور شخصيات رفيعة المستوى من الكتاب الجيبوتيين. ويتم الاحتفال باليوم العالمي للكتاب الأفارقة في 7 نوفمبر من كل عام وهو يوم الذي تم فيه تأسيس رابطة الكتاب الأفارقة في أعقاب مؤتمر وزراء التعليم والثقافة الأفارقة المنعقد في كوتونو بنين في عام 1991. ومنذ ذلك الحين يتم الاستضافة العديد من الأنشطة الاحتفالية بهذا اليوم ويظل الكتاب مصدر المعرفة والانفتاح والتقدم الاجتماعي وبوتقة لإبداعاتنا الأدبية التي تنتقل من جيل إلى جيل وتحافظ على قيمنا الثقافية. ولذلك تشجع وزارة الكتب المكتوبة باللغات الوطنية لنشر فضائل الوحدة والتفاهم وتلقى المشاركون توضيحات مفصلة حول أهمية الكتابة والكتابة. وشهدت هذه المناسبة جلسات وحوارات بين الكتاب والحضور. دوليا أشاد رئيس البنك الإفريقي للتنمية كوامي أديسانا بمراكش بصمود المغرب في مواجهة الزلزال الذي ضرب عدة أقاليم من المملكة
وقال السيد أديسانا خلال افتتاح المنتدى للاستثمار الافريقي ان الشعب المغربي قادر على الصمود، كما اغتنم السيد أديسانا هذه الفرصه ليؤكد للحكومه المغربيه الدعم الجماعي الدائم الذي يقدمه بنك التنميه الافريقي لجهود الانعاش، معلنا ان البنك يعتزم تمويل مشاريع متعدده بالمغرب في سنة 2023 بقيمة 782 مليون يورو. إلى هنا مشاهدينا الكرام وصلنا لنهاية النشرة، وشكرا على حسن إصغائي والمتابعة.